اشتغل عدل اشتغل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا ابو فيصل، ما شاء الله المزرعة كبيرة وزينة، اقول عسى بيبغالي ابي تشاريها. والله ايش اقول لك، يعني ان قلت رخيصة فيه رخيصة وان قلت غالية فيه غالية، يعني في حدود في حدود في حدود كم؟ يعني عم الوالد بعد ما مات الله يرحمه، الله يغفر له، ترك لنا شوية فلوس انا واخوي، قام اخوي توفى الله يرحمه، الله يرحمه، إيه قمت عاد انا الله يرحمني اشتريتها طال عمرك ب 500,000 بس. 500,000؟ يا بلاش ذي. الا ما قلت لي يا ابو فيصل، وش صار على موضوع القرض الزراعي؟ هذا احنا ننتظره، الى الحين ما طلع. احنا مشكلتنا ودنا نحفر بير ثاني، لان كل 3 أشهر تخرب عندي التيوبيات والمراوح. تخرب؟ وش اللي خربها؟ اللي يخربها ان الابار كانت 8 بوصة، يوم عد وكانت المويه تطلع فوق تطلع فوق، عد جرعيها ونزلت المويه، جرعيها الاول يبغى يطلع المويه ما قدر، قام مضطر جاب 6 بوصة. عاد المشكله 6 بوصة كل ما قعد 3 أشهر لازم يغير الطرمبه. عرفت يا طرمبه؟ لا حول. طيب زرعتها الحين؟ والله زرعت طال عمرك خضيره وما خضيره، والقمح نبي نزرع نص رشاش، تعرف الماء مو بمره، ونبي بعد نزرع جت واحط لي غنيمه، والقمح نودي للصوامع، والبرسيم نبيعه، والخضره عاد اوديها للبيت الله يحافظك. ما حطيت طماط؟ اي طماط الله يحافظك، انت خبال؟ يبقى الطماط اساسا تعرف لو زرعناه يا حر وغبار مات الطماط، يا برد مات الطماط، يبقى خليك في الورقيات، خليك في الورقيات، على الاقل اعرف وش هو مصدرها. طيب والسوق؟ هاي السوق يبقى عسى تبغاني اودي خضرتي للسوق؟ لا يبقى مالي نية مالي نية يبقى. عليكم السلام. يا هلا ومرحبا. شلونكم يا الربع؟ خير الله يحفظك. ارحب يا اخو. امر امر تفضل تفضل طال عمرك تفضل. الله يزيد فضلك يا عمي الله يزيد فضلك. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا اهلا الله. اقول يا الربع ترى انا جاركم اللي عندكم شمال الغرب. شمال الغرب. حياك الله حياك الله الله يحفظك. امر امر الله يطول عمرك. ما يامر عليك عدو. بس أنا الحقيقة محتاجة ماسورة 6 بوصة بي في سي. عندنا وعندك خير الله يحافظك. شوفهم هناك طال عمرك، خذ حاجتك الله يحافظك. ولا مني إن شاء الله شريت رجعت لك بدالها. إش دعوة يبا إش دعوة يبا طال عمرك، يعني الأمر بسيط ما يحتاج كل هذا الله يحافظك. الله يسلمك ويطول عمرك، ما قصرت. سلام عليكم. وعليكم السلام يا هلا والله مرحبا. تعرفه؟
أسكرم أسفه
والله هلا والله ومرحبا. اقول لحضره العسكري، شوف حجي، هذه البعارين، هذه البعارين حقت سفيره الصحراء، كلهم اطلعوا وراحوا انحاشوا، ما بقت الا هذه وماتت عندنا الله يحافظك. صورها. اي والله صوروها، وبعدين ترى ما خلوا لي شيء، والله ما خلوا لي شيء، طلعوا كلوا قمحي وكلوا شعيري، مو بس اللي هني حتى اللي هناك الله يحافظك. وخضرتك يا ابو فيصل، خضرتي كلوها، ما عاد بقوا شيء الله يحافظك. اخذنا الصور الحين والاجراءات كلها ان شاء الله ماخذينها، وابد لا يكون خاطركم الا طيب، لا تشيلون اي هم. وش لا تشيلون هم، فكوني منها، والله انا تعبان، قلبي يعورني، والله يرحمها، ما عليك يا رجال، ان شاء الله ما يكون خاطركم الا طيب، ابد لا تشيل هم. صورتها انت؟ اي صورتها خلاص. يلا مشينا. يلا سلام عليكم. يلا ما الله. الله يرحمه. شفت شلون؟ مات سفينة الصحراء. الله يرحمها. قلبك برأسك. الحق يا ابوي. خير يا ولدي خير. وش في؟ الناقة لقيناها. وين لقيتوها؟ لقيناها في بيت اخويك ابو فيصل. الحمد لله. لكنها ميتة. افيعل. انا خلف لاخوه. تعال ميتان، تعال خلي شوف شلون. تعال يا ولدي تعال. هذه والله الملكة، هذه والله الورطة، السواق ما يرد. خلني اشوفه برا. يلا تحرك. وش ده يا مستر؟ ما سويت شيء. ها بس كلام العلم، كل شيء بس كلام. ليك الحين كلام العلم. اسفي. بعدين تعرف ايش فيه. واسفك. كبر خلي ما يقرب. يا المرعى. لدانا الله، اللهم لك الحمد يا رب. اللهم لك. خير؟ ايش فيك؟ بابا ايوه روحان، سير شرطه. مين؟ روحان ايوه، شرطه شرطه ايوه، سير روحان. ايه وش مسوي؟ ما في مرونه، ما في لا انا لله. يلا شكرا. يلا اهتموا. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول وش القصة، وش السالفة يا حضرة العسكري؟ الضابط لو سمحت. يا حضرة الضابط، شنو القصة، شنو السالفة الله يحافظك؟ السالفة سلمك الله بأنه الأخ صلت شاكيكم ويطالب بدية ناقته. أي ناقة الله يحافظك؟ أي ناقة؟ الناقة اللي ماتت عندكم بالمزرعة، ومدعي عليكم بعد أنكم أنتم اللي متسببين في موتها. وش هالكلام الله يسلمك يا حضرة الضابط؟ الحين ناقته ماتت عندنا، وش ازين فيها؟ وش اسوي فيها طال عمرك؟ بعدين هو اللي فك الشبك طال عمرك، ودخلوا الناقات عندنا طال عمرك. بعدين الله يسلمك، انتم ما صورتوه؟ الا صورناه، والصور موجوده عندنا. طيب يا طويل العمر، الرجال وينه الله يحافظك؟
الرجال موعدك معه بعد اسبوع ان شاء الله. الله يطول عمرك. انا الله يحافظك ساكن في الرياض، يعني ابعد حوالي 300 كيلو، اجي كل يوم طال عمرك عشان ناقه ماتت وانا مالي دخل فيها. هذا النظام يا طويل العمر، ولا نقدر نتجاوزه. توكل على الله، والاسبوع الجاي موعدك مع الرجال. الله يعينك. خلاص انا بعد اسبوع اجي عندكم. اجي عندكم. اجي عندكم. سلام. عليكم السلام. دريت باللي صار؟ شنو بعد يبا اللي صاير؟ شنو اللي صاير بعد؟ راج مسكت الشرطة. مسكت؟ ايش فيه؟ ايش سوى؟ وش مسوي يبا؟ ما ادري، كنت ابي اروح عند الخياط، يوم ما طلعت برا لقيت الدنيا مختبصة. الله اكبر. كملت الله يحافظك. يلا سلام عليكم، اروح اشوف ايش اللي صاير فيه يبا. الله يستر. السلام عليكم. عليكم السلام. اقول الله يطول عمرك ويحافظك. الله قل امين. الله يطول عمرك. ايش اسمه السواق حقنا؟ طال عمرك قبضتوا عليه، وش مسوي؟ الله يحافظك. سواقكم مقبوض عليه في قضيه تحرش. راج تحرش؟ فمن هو الله يحافظ سلمك متحرش؟ فمن هو متحرش؟ الله يحافظك. الاخ ابو مهند مقدم بلاغ ضد سواقكم ويقول انه متحرش في ولده. ولد؟ اي ولد؟ ولده اللي ما هو بصاحي. أقول طال عمرك هذا في أحد يتحرش فيه؟ هذا طال عمرك ديك على سنداس الله يحافظك. طيب الحين وش اللي بيصير؟ احتمال بكرة أو اللي بعده يحال إلى هيئة تحقيق الادعاء العام. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. وش قلت يا اخ صنت؟ اقول كان يبي يعوضني عن ناقتي صلحت انا وياه. انا عوضك؟ وليه اعوضك؟ لان دبابكم لحقها الين بركت وماتت. وانت وش تقول يا ابو فيصل؟ ما نبي معطيه شيء. يعني انا قايل له يدخل ناقتها مزرعتي. يا ابن الحلال، هن كان يرعن ودخلن لحالهن. ما دخلن لحالهن، انت اللي فكيت الشبكه لين دخلن. اي نعم، وكل شيء موجود في المحضر. أجل ما دام كلامك كذا ما لنا إلا شرع. أنت توهي ولا ما توهي؟ تخوفني؟ إيش شرع الله يحافظك. والله إنك صدقت. إلا الشرع. يا أخوي أنت إيش دخلك في الموضوع؟ أنت إيش دخلك في قضيتي؟ إذا تحول القضية إلى محكمة الدوادمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. أقول طال عمرك، أقصد طال عمرك، عندنا موعد اليوم الله يحافظك. عندنا موعد اليوم. اسمك كريم؟ اسمي حمد فيصل. حمد فيصل. معاملتكم حول على محكمة خف. أفا، ونقعد طال عمرك انطامر من الدوادمي إلى خف؟ وأنا فاضي لك انطامر معك. يا اخوي انت وش علاقتك يبا؟ هذه قضيتي انا، وش علاقتك انت معي؟ اقول الله يحافظك، والحل وش الحل؟ والله عاد هذا اللي مسجل قدامي. طيب ومتى موعدنا بخوف؟ يجيك تبليغ ان شاء الله. اقول الله يعيننا، الله يعيننا من شرطة السويدي الى خوف. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول طال عمرك سواقنا الحين طال عمرك وش صار فيه الله يحافظك؟ سواقكم حولناه لسجن الملز. وليش حولته لسجن الملز؟ ليش حولته الله يطول عمرك؟ بيقعد عنده منين يحال الشرع. الله يكون في العون. مساك الله بالخير الله يحافظك. مساك الله بالنور والسرور.
أقول الله يحافظك، أنا عندي ملابس وعندي فلوس طال عمرك، أبعطيها السواق حقي الله يحافظك بس. خلاص عطنيها. تمام؟ عطنيها أنا وديها. إيه بس الفلوس أبغى أخليها معي طال عمرك، أبغى أخليها معي، بس الله يخليك أبغى أقابله، يعني ضروري أشوف الله يحافظك. طيب، يا محمد عطنا الإذن من النقيب، وأنت تفضل استريح لما يجيب الإذن. أجلس؟ إيه تفضل استريح. تفضل يا اخي. سام تفضل. صحيح. الله يحافظك ويطول عمرك، ما قصرت ما قصرت. طيب الله يحافظك ويطول عمرك، الحين انتم الحين وش راح تسوون به؟ ننتظر الشيخ لما يفضى نرسل له. تنتظر الشيخ لانه يفضى؟ طيب انا الحين تبون مني شيء؟ لا سلامتك، روح، واذا فضى الشيخ وصار في موعد اتصلنا عليك. الله يحفظك ويطول عمرك. يلا فمان الله، الله يطول عمرك. يا مال كريم، يا هلا والله، يا هلا وسهلا. الحين السواق وش صار عليه؟ ما ادري وش صار عليه، الى الان ما حد قال لي شيء، ولا حد كلمني، ولا حد سوى لي شيء ابد، الله يحافظك. الو؟ هلا يبا، هلا يبا. امتى؟ يوم الاثنين موعد المحكم، ها؟ سم الله يحافظك، سم، حاضر، شكرا. زين، مع السلامة، هلا ابوي. مين؟ حقين خوف؟ لا الله يحافظك، انت ما شاء الله عليك كأنك ما شاء الله مركبة رادارات، أول ما طريتي اسم السواق اتصلت علي الشرطة. بشر بيطلع؟ وين يطلع الله يرحم حالك؟ وين يطلع مع الحين توهم الحين هذول المتصلين يقولون موعد المحكمة يوم الاثنين. وحقين خوف؟ الله يرحم الحال. السلام يا شيخ، هذا المكتب المعادلة حقك؟ راج وحش تانية، وحش تانية راج، وحش تانية الله يحافظك. لا والله الشيخ ما هو فاضي اليوم. يعني نرجع به الله يحفظك؟ ارجع به لين نطلب الله يجزاك خير. يعني الله يحافظك، يعني اروح يعني ما في جلسه؟ إذا جاء موعدك اتصلنا عليك، الله يحفظك. الله يحفظك، الله يعينك إن شاء الله. وأنا ما عندي عاد إلا هذه. وما القصيدة ما تصلح بها القصيدة دي، مو بكأنها شعر هذه. هلا يبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خوف؟ هلا يبا، هلا هلا، الله يحافظك يطول عمرك. السبت الجاي؟ سم يبا، سم، وهو كذلك. الله يحافظك، شكرا، الله يحافظك، مع السلامة، مع السلامة. ما شاء الله عليها الخوف ذولي. كويس خليهم يسرعون بالقضية، والله تعبت عاد أنا من كثر ما السلام عليكم. هلا يبا، هلا يبا. المحكمة؟ هلا الله يحافظك يطول عمرك. سم يبا. السبت الجاي؟ لا بس عاد أقول عاد أنا يوم السبت الجاي عندي موعد في المحكمة، عند محكمة خوف. لا أنا أقصد يعني أجيكم ولا أروح لهم الله يحفظك. خلاص. وهو كذلك، الله يحافظك، مع السلامة، الله يحافظك. حلها عاد، موعدين في نفس اليوم، الله يحافظني، الله يحافظني. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم. أحسنت. نعم.
وش دعواك الحين؟ أنا أقول يا شيخ اللي قلته أول وتالي، عمال هالرجال هو اللي لحقوا ناقتي وطردوها إلينا بركت سماتت. ارهبوها يا شيخ ارهبوها، أنتوا وحي ولا ما تبعي؟ الله الله يحفظك ويطول عمرك، يبال لا تورطني بناقتك، لا صدقني يا شيخ ناقتها أساسا كانت مريضة. أنا يا شيخ ما كشفت عليها ولا سويت لها شيء، قام العامل اللي عنده يقولنا هم اللي طقينها إبرة، طقينها إبرة، عدل يبا. يا شيخ حنا دقيناها إبرة عشان الناقة لقحة، علشان يثبت حملها ويكبر ولدها. طيب وش يدرين عنها الآن؟ ناقة وماتت. بنتها يا شيخ عندي، يثمنون لي بنتها. والله يا بنتها يا شيخ إنها أطيب منها وأكثر منها حليب، وهي أفضل نياقي. الله يحافظك الله يطول عمرك، أبلشنا طال عمرك بناقتها هذه الله يحفظك، أبلشنا والله ما أدري إيش أسوي، ما أدري إيش أسوي، طلعت هذه طال عمرك ناقة صالح، ما هي بناقة صنت. والله يا شيخ لو إنه معلمني بالنياقة اللي دخلت المزرعة والناقة ذي اللي طاحت وماتت، لو معلمني عقب ما طردهن، والله يا شيخ إني ما أرفع بها رأس. أقول الله يحافظك، الله يحافظك ويطول عمرك، أنا لو ناقتك ها ما طردها برا الشبك من العين ذي قبل ذي، بالعكس أدفع لك اللي تبي، والله أدفع لك اللي تبي، بس ناقتك ميتة داخل الشبك، وش تبين أسوي؟ أروح أجيب الديانة وأشيلها وأقول هذه ناقة صنات؟ أكتب. إيش أكتب يا شيخ؟ أكتب لوزارة الزراعة، هل الناقة اللقاح يضرها الطرد ولا ما يضرها عند الولادة؟ أسكلا تفضل طال عمرك. اليوم ما في الله يحفظك. ما في؟ الموعد عندك اليوم الله يحفظك. أنا عارف، بس القاضي أخذ إجازة وسلم كل قضاياه إلى قاضي آخر. يعني نرجع بالمتهم؟ اي نعم، رجعوا به لين يجي موعده ونطلب الله يحفظك. رد وزارة الزراعة يقول الناقة اللي في شهرها الأخيرة إذا ما فيها كدمات ولا كسور ما يضرها الطرد، بل إن الناقة إذا قربت ولادتها طردت نفسها إلى أن تبرك وتلد. إيش قلت يا صنت؟ أقول يا شيخ اللي قلته أول وتالي، عمال هالرجال هم اللي لحقوها وصدموها إلى ماتت، وباك يا شيخ اتحكم بالحق أنت وحي. طيب هل عندك بينة؟ هل عندك شهود شايفين هي طردها اللي طاحت؟ لا والله يا شيخ ما عندي. أجل مالك اللي يمينه، تعالي روحان هنا. أس أنت ديانة وشي؟ هندوس. طيب تعرف الله سبحانه وتعالى؟ مالو الله فوق. طيب تعرف تحلف؟ بعدين شوف، ماما موت، بابا موت، باتشا موت، أنت يمكن يطلع من هنا محكمة وبعدين موت. معلوم سيخ، أنا معلوم يهلف، أنا يهلف باللي سوي، بس أنا ما في سوي سي، ما في سوي سيم، كلام هنا هو كلام في سرطة. هذا أنا طلع هذا جمل كثير كثير كله يطلع برا، في واحد جمل ما في يطلع، ماكينة خربان هو طيخ، إيش سوي أنا؟ أنا السيل أرفع ما في، إيش سوي؟ أجل مالك إلا يمينه. لا أنا ما أقبل يمينه، هذا يا شيخ ماله رب. إيش قلت؟ شلون ماله رب؟ الله سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، رب الحجر، رب الشجر، رب ما على الأرض، رب ما في البحر وما في النهر، الله سبحانه وتعالى رب العالمين جميعا. اسمع، حكمت الآن أن أبو فيصل ما له أي مسؤولية في موت ناقتك. لا ما أقبل يا شيخ، أنت وحي ولا ما تبعي؟ ما تقبل؟ أجل ترفع للتمييز. أرفعها.
أسفي. طيب لحظة عاد لحظة. ألو سامي يبا الله يحافظك. جلسة بكرة؟ على خير إن شاء الله. الله يسلمك الله يحافظك. شكرا الله يحافظك. شكرا. السلام عليكم شيخ. سلام الله. تفضل يا شيخ خذ معي. رات وحشتني 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 يا رجل. الله يحافظك ان شاء الله ويطول عمرك. الله اثنين معك. الله يحافظك. اقول الله يحافظك. خلاص صدر حكم؟ للاسف الشيخ اخذ اجازه. وشلون اخذ اجازه الله يحفظك؟ وشلون اخذ اجازه؟ طيب وموضوعنا شو نسوي فيه؟ ابشركم شيخكم الاول رجع من اجازته والمعامله عنده الحين. يعني نروح له الحين؟ وين تروح له الحين الله يحفظك؟ خذ لك موعد وانتظر هم يتصلون عليك. فمان الله. فمان الله. ايش تبي يدبا؟ هاتت 50 بسرعه. شلون 50 يبا؟ لو عندي ذنب ما عطيتك اياه. اذنب اهل على بحرك. راح بس راح. ترى بقول للشرطه انك متحرش فيني مثل سواقك. اقول اذلف اذلف عاد عن وجهي. عاد اذلف اذلف يا الله اكبر يا هالسنداس. اخر زين اوريك. طيب يبا الله يحافظك. طيب الله يحافظك ان شاء الله يبا ان شاء الله. يا هلا الله يسلمك محام سام. طيب السؤال الحين انا وش مسوي الله يحافظك؟ شو مسوي؟ انا قضيه تحرش. قضيه تحرش؟ خف ولا في الملز؟